كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد، ولكنه لم يصمهما وقد أجلهما وإلى الآن لم يصم، ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه، فكيف العمل في هذه الحالة؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله؟ وهل نصوم عنه؟ وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة. نعم. التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين، هل هي كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطئ في رمضان؟ فإن كانت كفارة قتل فإنه لا يجزئ فيها الإطعام، ولا بد من الصيام مهما أمكن، فإذا لم يمكن فإنه لا يجزئ إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها، في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ليس فيها إلا هذان الأمران، أولا الاعتاق، نعم، إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث فيها. وأما إن كانت كفارة غير القتل، لأن كانت كفارة ظهار أو وطئ في نهار رمضان مثلا، نعم، فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة: أولا عتق الرقبة إذا أمكن، ثانيا إذا لم يمكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ثالثا إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. ومثلها كفارة الوطئ في نهار رمضان للصائم. فهذه الكفارة التي وجبت على والدكم لا ندري من أي هذه الأنواع، وقد أجبنا على كلا الاحتمالين، مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير، لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة التي ذكرتها عن أبيك بكونه أخر الصيام من غير عذر، ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته. نعم. بالنسبة للصيام عنه، هل يجزي على أي حالة من الحالات؟ لا يجزي الصيام عنه، لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، لا تدخله النيابة. ما وجب بأصل الشرع من الصيام فإنه لا يصام أحد، لا يصوم أحد عن أحد على الصحيح، لأنه لا تدخله النيابة، لأنه عمل بدني. يعني لو فرض أنه مات قبل أن يكفر، قبل أن يعمل شيئا، فلا يمكن مثلا أن إلا الاعتاق. نعم. يمكن أن يعتق عنه من ماله، من ماله هو إذا أمكن. نعم. نعم. بارك الله فيكم.